عباد الله، هذه مثل الدنيا في كتاب الله، وهكذا مثلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ربى أصحابه على احتقارها وعلى الزهد فيها وعلى الاستعداد للقاء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد، قال: ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ما مثل الدنيا في الآخرة؟ ما الفارق بين الدنيا والآخرة في النعيم وفي الخير وفي التمتع؟ إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فارق كبير بين البحر الواسع والعظيم وبين ما يعلق بالأصبع إذا أدخلت أصبعك في البحر. تأمل يا عبد الله، إذا أدخلت أصبعك في البحر وأخرجت هذا الأصبع، كم يكون من الماء علق بأصبعك أمام هذا المحيط وأمام هذا البحر الواسع العظيم؟ هكذا الفارق بين الدنيا والآخرة عند ربنا تبارك وتعالى. وهكذا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن لأنه مطالب بالتكاليف، مطالب بالصلاة، مطالب بالصيام، مطالب بأداء ما أوجب الله من أنواع الطاعات والفرائض والأركان ومنهي عن كثير من المحرمات. فالمسلم مقيد في هذه الدنيا، يسير على وفق الشرع، يبحث عن مرضات الله تبارك وتعالى، يترك كثيرا من الشهوات والملذات اتقاء لله عز وجل وطلبا لما عند الله تبارك وتعالى. هذه الدنيا للمؤمن بمثابة السجن، السجن الذي يقيد الإنسان فيها. وأما الكافر فهي جنة الكافر، جنة الكافر، لأنه لا يبالي بحلال ولا حرام، نبشوا كل محرم وفعلوا كل قبيح وعاشوا في هذه الدنيا عيشة البهائم لأجل البطون والفروج، لكن المورد إلى الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وبعض الناس يلهو ويلعب ويعرض عن طاعة الله، ومع ذلك لا يحصل من الدنيا إلا شيئا يسيرا، وبعضهم لا يحصل شيئا. خرج الحافظ ابن حجر رحمه الله قاضي قضاة مصر في زمنه وفي موكب كبير بالأبهة والحرس والخدم والبغال والجمال والخيول، في موكب يعني ما يسمى اليوم بوزير العدل. وفارق بين قاضي القضاة تلك الأيام ووزير العدل اليوم أو وزير الأوقاف، أولئك كانوا نواب للرؤساء، لهم الدنيا ولهم الجاه والموكب في السير. فاعترضه يهودي في طريقه فقال له: يا إمام، نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا يهودي كافر، وأنا في عيش تعيس وفي فقر، وأنت مسلم وتعيش في هذه الأبهة وهذه الحياة. قال له الحافظ ابن حجر: أنا وأنا مسلم على ما ترى من هذه الأبهة والحياة وهذا التمتع، هذا بالنسبة لي لما أعد الله عز وجل لي في الآخرة بمثابة السجن، هذا بالنسبة لما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، هذا لا شيء، هذا بمثابة السجن. وأنت على ما أنت عليه من فقر وتعاسة وتعب، هذه تعتبر جنة لك الدنيا، وإلا إذا أقدمت على الله على ما أنت عليه فستكون في عذاب شديد وأليم. فما كان من هذا اليهودي إلا أن أعلن إسلامه. نعم عباد الله، المؤمن مهما تعب في هذه الدنيا فإنه ينتقل من أذاها إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما العبد الفاجر فإنه مهما تمتع فينتقل إلى عذاب وويل وجحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرت عليه جنازتان، فقال: مستريح ومستراح منه. قال: مستريح ومستراح منه. رواه الشيخان من حديث أبي قتادة. قيل: يا رسول الله، ما مستريح ومستراح منه؟ قال: العبد المؤمن ينتقل
من أذى الدنيا إلى رحمة الله تبارك وتعالى. والعبد الفاجر ينتقل من الدنيا ويستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فعلينا عباد الله أن نتعظ بذلك وأن نعتبر بذلك وأن نستعدنا للقاء الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.